السلام عليكم، معكم ماجد. تخيل عندنا مراجع الآن عن نوت ايج الجديد اللي سامسونج كل عام عنه، والشاشة المنحنية طبعا هو تقريبا يطابق نوت فور. اللهم هي شاشة منحنية، اختلافات بسيطة في سعة البطارية، فرق بسيط بالشاشة، ولكن بشكل عام الجوال بنتكلم عنه فقط عن الميزة الجديدة والانحناء الموجودة فيه. طبعا الممسك الشكل تقريبا نفس الشيء. طبعا ماسك تشوفون اليد هنا، هذا لام، بس هنا ما تقدر تلم يدك، في دمبيه هنا. نفس ممكن تتغير عليك في البدايه، لكن مع الوقت نعم انك ممكن الحافه هذه هي اللي تثبت الجوال فيها، بس ما هو زي اول جوال العادي اللي ماسكه كذا. شوف شلون ماسكه مرتاح، بس المسكه هنا تختلف شوي، نمسك الجهاز يختلف، انك تحاول تركز بس على الحافه هذه. ممكن بدا ما تحس انك مرتاح، ولكن بعدين بس فعلا مع الوقت بتعود عليه. انا صار الحين ربع ساعه اجرب فيه ارتحت له صراحه. النقطه الثانيه اللي هو اول الميزه الثانيه الموجوده فيه اللي هي شريط التنبيهات. شريط التنبيهات اللي هو فكره اساسيه بسبب انه خلوا الشاشه منحنيه انك تستفيد منها. تشوفون الشاشه السيستم القديم يحطون تنبيهات لك هنا، هم ايش سووا؟ شالوها وخلوها هنا في الشريط هذا، واختصروا المسافة هذه، حطوا فيها أمور ثانية ممتاز، مع بقاء شاشة التنبيهات الرئيسية بالأعلى معروفة نظام الأندرويد. هنا ممكن وصول سريع إذا تبغاه. طبعا يعطيك إضافات، يعني سبع أشرطة إضافات، أقصى شيء أكثر من سبعة ما مسموح. شبكة غير متاحة، وفي معلومات ياهو هنا، مثلا عندك هنا حق ياهو، هذه عندك هنا خطوات اللي حسبها حق المشي، وهنا اختصارات اللي ممكن نضيفها. خلينا نشوف ونسوي مراجعة على هنا يطلع لك السيتنج. أنا أشوف شلون السيتنج حق هذا فعلا موضوع، يعني في خيارات أو أوبشن يستاهل نروح له. تعبير عني مثلا، تعبير عني بيعطيك فرصة انك تغير الصورة اذا تبغاها. تسوي اضافة هنا، ممكن تضيف اي صورة عندك، يعني زي هذه الصورة بلاش هذه، خلينا نشوف مثلا الصورة هذه هنا. تحديثها طبعا فوق بيطلع بشريط بأعلى الشريط، وتحت بيطلع بأسفل الشريط، وإذا سيبت بيظهر هذا، شفته بالشكل هذا. نسوي رجوع، أوكي. التغييرات ممكن تسويها هنا على دارة اللوحات، أنتم شايفين لف الشاشة. خلينا نشوف دور الشاشة، خلينا نقفل دور الشاشة. انتم شايفين الحين هذا كل شريط تحدد فيه، هذه ثلاثة رئيسية موجودة هنا تغير. هذه بيحط فيها درجة حرارة، مكالمات الرسائل اللي مرت عليك. اضغط عليه هنا تقدر تسوي تعديلات، يعني مثلا انا ما ابغى بريد الكتروني، ما ابغى الرسائل او الطقس. بيظهر لك انتم شايفين هنا رسائل وارقام. طبعا هذا المفروض يظهر بالشريط هذا اللي هنا اللي فوق، بس هذا الحين استعراض للميزات الداخليه، يعني بيعطيك الاوبشن عند الخيارات. عندك هنا مجال في تنزيل لوحات نوعيه مختلفه لتطبيقات مختلفه حسب تطبيقات، ممكن واتساب ينزل لك شريط، ممكن تويتر ينزل لك مع تطبيقات حقته. شريط زي هذا يظهر لك بالمنطقه اللي هنا، زين. فأنت بدال بتشوف زي الشريط طالع عن الكتابة تغريدات أو الفيسبوك أو ما شابه. نجاح الفكرة الإيج شاشة مايلة شريط الانتباهات لن تتحقق صراحة أتوقع بنظري، إلا إذا في هناك تطبيقات تدعم الميزة هذه عشان فعلا المستخدم يستفيد منها بشكل صحيح وبشكل مفيد. طبعا إذا لو معانا غطاء للجهاز بيصير الشكل
الخطأ بالشكل هذا وتشوف التنبيهات بالشكل هذا بدون ما تفتح الشاشة من جد حال الكفر، كذا بتوفر كثير من طاقة الشاشة. وهذه أحد ميزات الجوال صراحة. تكلمنا عن زي ما وضحت لكم من شوي الإعدادات حقته وشط التنبيهات. أتوقع أنه بينزل في السعودية لأحد المناطق مستهدفة، ما هو نازل العالم كله، في بعضها بس. كان معكم ماجد خيل، السلام عليكم.